وإلى تطورات معارك الموصل، حيث أحرزت القوات الأمنية التي تقاتل للسيطرة على منطقة الزنجل غربي المدينة، أحرزت تقدما في عمق المنطقة وأحكمت سيطرتها على المباني الرئيسية فيها. وقال ضباط في قوات الرد السريع إن منطقة الزنجل تعد من الأحياء المهمة التي ستضع القطاعات العسكرية على تخوم المدينة القديمة، مؤكدين أن القوات الأمنية تعمل للحفاظ على سلامة المدنيين الذين ما يزال داعش يتخذهم دروعا بشرية في مناطق سيطرته. قطعت فرقة الرد السريع مباشرة باقتحام منطقة الزنجلي. لاحظنا انكسار العدو، وحاول تنظيم داعش ارسال مفارس تعويق لغرض اعاقة تقدم قطاعاتنا، محاولاتها باتت بالفشل. ان شاء الله العمليات حيل جيدة هسه. حاليا احنا البارحة بالليل فتحنا طريق السايدين وتقدمت عندنا تيمات تقدمت بالداخل، وان شاء الله ماخذين المستشفى، مستشفى الجمهوري. وداعش حاليا بدا يهرب للمنطقة الثانية القديمة، للموصل القديمة، وان شاء الله للتحرير ان شاء الله. اكيد اكو صعوبة، قد ما يتحاصر داعش راح يقاوم، لان يدري بروحه ميت ميت بعد.